هنروح حالا لزميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم، هي موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان تقول لنا على المستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشر الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بأخبار الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هيعقد اجتماع مع الجهاز الفني الجديد طبعا للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مستر مارسيل كولر. يعني طبعا الحقيقة في ترقب كبير جدا داخل النادي الأهلي. غدا ان شاء الله هيكون كمان المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني الجديد. ان شاء الله بقى يكون شابتر جديد في تاريخ النادي الاهلي مليء بالانجازات والانتصارات. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى وانجاز جديد بيحققه فريق الكاراتيه داخل النادي الاهلي بعد تتويجه بثلاث ميداليات ذهبيه في بطوله افريقيا اللي بتقام حاليا في تونس. الحقيقه انه لاعبين الكاراتيه بالنادي الاهلي عملوا بطوله كبيره جدا، ظهروا بمظهر بيليق باسم النادي الاهلي، وبالتحديد اللي قدروا يحصدوا على ميداليات ذهبيه اللاعب ياسين احمد عادل، اللاعبه مريم احمد، واللاعبه ملك ناجي. يعني طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي وبنتمنى لهم مزيد من التالق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد. رجال كرة اليد النهاردة عندهم أولى منافسات الموسم الجديد ضمن طبعا منافسات كأس السوبر المصري، هتكون أمام فريق سبورتينج. مباراة هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى. يعني خليني أقول لكم إنه الحقيقة المنافسة كبيرة جدا على كأس السوبر المصري، بيتنافس عليها النادي الأهلي، نادي الزمالك ونادي سبورتينج. يعني أمس كانت بداية المنافسات، الزمالك واجه سبورتينج، المباراة شهدت ندية كبيرة جدا. يعني انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 29-29. طبعا لعبوا بقى شوطين إضافيين، قدر الزمالك يحسم المباراة لصالحه بفارق نقطة واحدة، وده طبعا بيبين قد إيه المنافسة هتكون شديدة جدا على كأس السوبر المصري. لكن إن شاء الله يا نهواندو ويا كريم يعني يوم الثلاث نكون بنحتفل في 10 الصبح في الأهلي بتتويج رجال كرة اليد بكأس السوبر المصري. زي ما قلت النهاردة هتكون مواجهتنا مع سبورتنج، وغدا هتكون مواجهتنا مع الزمالك، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. استكمالا بقى للحديث عن كرة اليد، سيدات كرة اليد أمس قدروا يحققوا فوز على فريق الزمالك بنتيجة 34-22، ده ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري. المباراة كانت بتقام هنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، شهدت الحقيقة سيطرة كبيرة جدا من سيدات كرة اليد طوال المباراة. قدروا يحسموا الشوط الأول بنتيجة 14-9 والشوط الثاني بنتيجة 34-22. يعني الحقيقة عملوا مباراة كبيرة جدا زي ما قلت طبعا بهنئهم ونتمنى لهم مزيد من التألق. مباراتهم القادمة هتكون يوم السبت، والثالث بقى جولات بطولة الدوري أمام المعادي على صالة المعادي. اخيرا بقى خلونا ننتقل لكره السله ورجال كره السله. ايضا امس افتتحوا بقى مباريات الموسم الجديد في منافسات بطوله منطقه القاهره، قدروا يحققوا فوز على فريق الكهرباء بنتيجه 83-19. المباراه كانت بتقام هنا ايضا على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المميز في مباراه امس ان هي شهدت الحقيقه مشاركه عدد كبير جدا من شباب النادي الاهلي، دي طبعا بتكون ميزه ليهم، يعني بتكسبهم مزيد من الثقة واحتكاك بقى بفرق رياضية مختلفة. الفريق النهاردة هيواصل تدريباته وهيكون عنده تدريب الساعة 2 الظهر، بيستعد بقى للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الخميس أمام فريق السكة الحديد هنا أيضا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني طبعا بنتمنى لرجال كرة السلة التوفيق وجميع الألعاب الرياضية، إن شاء الله دايما النادي الأهلي في المقدمة وفايز بجميع البطولات. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية المختلفة من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كل الشكر ليك يا زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على التغطيه المتميزه كالعاده.